شورى درنا يؤكد سيطرته على الفتاح ومنشدات لقاف الحرب والقصف الجوي على المدينة. قتيلان وثلاثة جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة قرب بوابة التسعين شرق سرت. وداخلية المقترحة تنشئ فرعا لغرفة العمليات الخاصة لتأمين الطريق الساحلي من سرت حتى تاجورا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ من درنا، حيث قال مسؤول الملف الأمني بالمدينة العميد يحيى الأسطى عمر إنه تمت السيطرة على منطقة الفتايح بالكامل. الساعة السادسة من أمام مصنع المكرونية تم تحرير هذا المصنع من هؤلاء البغاة، هؤلاء المجرمون دخلوا خلص اليوم وأروعوا المواطنين، أخرجوا وجعلهم دروع بشرية. الحب بفضل الله وبفضل قوة الشباب وانتصاراتهم تم تحرير الفتايح بالكامل، والبشائر إن شاء الله لقدام إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بدوره أكد المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري صد قوتهم لهجوم ميليشيات الكرامة على محور الحيلة واستشهاد أحد عناصر المجلس خلال الاشتباكات. كانت قوات المجلس فضل الله عز وجل من صد هذا الهجوم في منطقه الحيلة. اولا تشهد المدينه هدوء حذر، وضع الامن مستقر، جميع محاور المدينه الان تشهد هدوء. ميليشيات الكرامه اليوم دخلت يعني في محاوله لها ان تسيطر على منطقه الفتايح. الان اهالي الفتايح ومنطقه الفتايح ومزارع الفتايح كلهم عادوا بفضل الله عز وجل الى اماكنهم. قوات المجلس احكمت سيطرتها على المنطقه بالكامل. في سياق متصل أكد مصدر عسكري بقاعدة الأبرق الجوية نقل غرفة عمليات الإمارات الجوية من قاعدة الخروبة إلى الأبرق لشن غارات على درنا. كل الشباب أن القوات المسلحة ستدخل درنا مهما كانت الظروف، وهذا المسلسل يجب أن ينتهي. يبدو أن هذه التهديدات تحولت إلى محاولات على أرض الواقع. جايين يقدرنا
اشتباكات متواصلة منذ أيام ولو بطريقة متقطعة بين مجلس شورى مجاهدي درنا وميليشيات الكرامة انتهت بانسحاب الأخيرة من الفتائح بالكامل بعد تكبدها خسائر في الأرواح. وفي تفاصيل هذه التطورات، أجبرت قوات المجلس الميليشيات على التراجع إلى منطقة مرتوبة بعد سيطرتها على مصنع الدقيق لساعات تاركة وراءها جثة مقاتليها. اشتباكات منطقة الفتائح استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتمكنت خلالها قوات المجلس من إعطاب آليات عسكرية لميليشيات الكرامة. تطورات سبقتها غارات إماراتية مكثفة بطائرات دون طيار على محوري الظهر الحمر والحيلة والمدخل الغربي لدرنة، تجاوزت بحسب شورى المجاهدين 40 غارة في غضون 6 أيام. طوق جوي حاولت الدول الداعمة لحفتر فرضه في سماء الزاهرة المحاصرة لتغطية محاولات ميليشيات الكرامة والتقدم بالمحور الشرقي للمدينة. تحركات مرافقة لهذه التطورات تمثلت في نقل غرفة عمليات الإمارات الجوية من قاعدة الخروبة إلى الأبرق لشن غارات على درنة. الغرفة تشرف منذ أيام على طائرات دون طيار تشن غارات من القاعدة على مواقع بدرنة. يبدو أن ما يحاك لدرنة لا يقتصر على عناصر معسكر الكرامة فقط، فما تقوم به كل من الإمارات ومصر بالمدينة من انتهاك فاضح للسيادة الوطنية واستهداف مباشر للمدنيين يعكس رغبتها في إيجاد موطئ قدم لها بالبلاد. هذا ونشد حكماء ومكونات درنا إيقاف الحرب بشكل فوري على المدينة والقصف الجوي المتكرر منذ أعوام والذي راح ضحيته عدد من المدنيين. وطالبت المكونات في بيان لها الاثنين بعدم التدخل الأجنبي بغاراته الجوية على درنا وعدم انتهاك السيادة الليبية. نار هذه الحرب فورا التي ستهلك الحرث والنسل، منع التدخل الأجنبي وخصوصا الإماراتي والمصري، وإيقاف الغارات الجوية المتكررة منذ أعوام والتي تشن على المدينة ظلما وعدوانا، وسقوط ضحاياها الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وخيرة شباب هذه المدينة، وندعو إلى احترام سيادة الأجواء الليبية ومنع انتهاكها. ودعت المكونات في بيان لها إلى دعم مشروع المصالحة الوطنية والجلوس على طاولة الحوار والابتعاد عن لغة السلاح والنأي بدرنا عن لغة الحرب والدمار. وحملت المكونات الحكومات والمنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية عما يحدث بالمدينة، معتبرين سكوتهم مشاركة في الجريمة. مشروع المصالحة الوطنية في كل أرض ليبيا، وأنها هي الخيار لنا نحن أهل مدينة درنة، والذي ندعو إليه بكل قوة، واللجوء إلى لغة الحوار والابتعاد عن لغة السلاح والنأي بالمنطقة عن الحرب والدمار. وقد استطلعت كاميرا النبا اراء عدد من اهالي درنا حول التحشيدات العسكريه لميليشيات الكرامه لاقتحام المدينه وما تتعرض له من حصار دام لاكثر من سنتين. والحرب اللي جايين ضيفتنا جيتنا من برا، ونحن ننصح حالنا، كنا من الحرب والخراب، نحن ناس ما احتديناش على حد، نبوا الصلاح للبلاد للكل، وماناش رافضين الحرب، ولكن هذا هي فرض الحرب علينا، هذه هي نحن قاعدين في مدينتنا ما احتديناش حد، باذن الله ندافع على ارواحنا بكل قوتنا. ولكن الوضع اللي بدايه هو درنا بتخلي عليه ليبيا كلها، البراني ما لناش دعوه فيه، لكن بالنسبه للليبيين يفرضوا ذراعهم وضعيه درنا. درنا آمنة ومطمئنة، ولها توا 3 سنوات لا سيالات ولا قاتل ولا كذا ولا اختطاف ولا غيره. الناس اللي جايه ضدنا هذه مفروض حالهم وقبائلهم ومشايخ تاعينهم يصبوا لهم ويكلموهم، هذه مدينه عريقه وهلا قاعدين وعرضه قاعدين ومشايخ قاعدين اللي في المدينه، ونحن هذه مدينتنا ما يستحيل نستغنوا عنها، وضروري نصبوا ندافعوا عليها. يجينا عدو من برا نسيبوه، مصري واماراتي وفرنسي، نسيبوا عدو يهتك اعراضنا ويهتك بيوتنا ويهتك ارزاقنا ويهتك دنيتنا، ونحن نتفرجوا. والله عيب عليكم، والله حرم عليكم، والله يحاسبكم الله بكره موت، والله ما ينفعكم واحد الا الله عز وجل.
والله بكره موت، والله العظيم ما ينفعكم الا الله الا عملكم الصالح، ونحن اخوه وضنا عم، هذا عبيدي وهذا مرابط وهذا هذا من هذا من هذا طالع، عندنا اقرباء في القبه وعندنا اقرباء في عين ماره وعندنا اقرباء في الشحيت وعندنا اقرباء في البيضه، والله ما يصيرش الخبر هذا. المجلس الرئاسي المقترح المعترف به دوليا تعامل ولا يزال مع ما تتعرض له مدينة درنة ببيانات استنكار، متجاهلا اتخاذ قرار واضح يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف العدوان على المدينة. مع كل عملية ضد مدينة درنة سواء بالقصف الجوي أو الحصار والتحرشات العسكرية، لا قرارات حقيقية لوقف تلك الاعتداءات التي تخالف كل الأعراف والقوانين، بل وتخالف بالأساس اتفاق صخرات مرجع مبررات كثير من حلفاء السراج، مخالفين بذلك نصوصه القاضية بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن. لم يكتفي السراج وحلفاؤه بإصدار البيانات الفضفضة وغير الواضحة فحسب، بل لم يتخذوا أي مبادرة لوقف العدوان على المدينة الذي سيكون جريمة كبرى ضد الإنسانية إذا ما نجحت ميليشيات الكرامة في الدخول إلى المدينة، خصوصا أن تلك الميليشيات مدعومة بقوات مصرية وقصف إماراتي. كل تلك الأفعال تضع السراج وحلفاءه وأبرزهم حزب العدالة والبناء في باب الشراكة في جريمة درنة، خصوصا مع عدم تفاعلهم مع جهود المصالحة الوطنية التي كانت انفراجة لتجنيب المدينة الحرب والدماء والدمار، وهو ما يكرر السؤال وبقوة عن دلالة عدم اتخاذ تلك الجهات قرارات وفق اتفاق صخرات توقف هذا العدوان على درنة وأهلها. هذا وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاكة في رد حول موقف الرئاسي من تحشيدات ميليشيات الكرامة لاقتحام درنة أن الرئاسي المقترح لا يدعم الخيار العسكري ويدعو إلى المصالحة الشاملة، معلنا موقف الرئاسي رفضه لما أسماهم بالجماعات المسلحة التي تحمل فكرا متطرفا على حد قوله. خيارات العسكرية، خيار التصعيد العسكري، ندعم الخيارات السلمية والتفاوض وجهود المصالحة، وفي نفس الوقت أيضا نحن ضد أي إرهاب أو تطرف أو جماعات تحمل فكر متشدد. انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لا تزال تمارسها ميليشيات الكرامة على مدينة درنة وسط صمت الجهات المحلية والدولية التي شددت على الالتزام ببنود الاتفاق السياسي. أحد بنود الاتفاق تنص على وقف إطلاق النار وتجميد كافة التحركات العسكرية. يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا من تاريخ توقيع الاتفاق السياسي. هذا ما نص عليه اتفاق صخرات في مادته 38. لكن الحال يبدو مغايرا تماما. فمنذ توقيعه في ديسمبر من العام 2015 بدأت التوترات الأمنية في مناطق عدة بالبلاد، والظاهرة درنة في المقدمة. فالمدينة التي تعاني ويلات الحصار المفروض عليها منذ 2016 من قبل ميليشيات الكرامة ما زالت تعيش إلى اليوم على وقع تجديد الخناق، بغية القضاء على من وصفوهم بالجماعات الإرهابية داخل المدينة. لم تكتفي تلك الميليشيات بالحصار، بل شددت الخناق أكثر ومنعت المواد الأساسية من الدخول، فلا وقود ولا غذاء ولا دواء في ظل إغلاق المنافذ البرية المؤدية إلى المدن المجاورة، في تحدي صارخ لما اتفق عليه المجتمعون في صخرات ذات يوم. ازداد الوضع سوءا بالمدينة، وبدأت ميليشيات حفتر بقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تارة وبصواريخ الطائرات تارة أخرى، والمنفذ طيران مصري وإماراتي بالتنسيق مع حفتر وأعوانه، لتخرج تلك الدول وتدين العمل الغاشم وكأن شيئا لم يكن، بل وتطالب بفتح تحقيق في الحادثة. انتهاكات صريخة لحقوق الإنسان، جرائم حرب، قتل وترويع للمدنيين، كل ذلك دون أي موقف من الأجسام المنبثقة عن الاتفاق
الذي أكد ضرورة تجميد أي تحركات عسكرية لضمان مناخ آمن يساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد. حتى المجتمع الدولي الذي رحب بتوقيع الاتفاق السياسي شدد على ضرورة الالتزام ببنوده، لم يقدم على مسألة من تورط في القصف الغاشم على درنة. فأي سيناريوهات تحاك في ظل التخاذل الرئاسي المقترح والمجتمع الدولي عما يحدث في درنة؟ رغم خرق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر التسليح وحماية المدنيين مرارا ونص اتفاق الصخيرات السياسي على وقف إطلاق النار، اتسمت مواقف المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي بالسلبية تجاه الأطراف الداعمة لهذه الخروقات. اتفاق الصخيرات التي جعل من المجلس الرئاسي المقترح وعلى رأسه فايز السراج السلطة المعترف بها حصرا من قبل المجتمع الدولي تقف عاجزة عن وضع حد للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وانتهاك السيادة الوطنية، على الرغم من أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وما يعنيه ذلك من حظر جوي وحظر لتوريد الأسلحة بنص قرار مجلس الأمن. لم يحرك المجلس الرئاسي ساكنا تجاه تدفق السلاح لميليشيات الكرامة من دول مثل مصر والإمارات، إضافة إلى ما تتعرض له درنا من قصف. فلماذا لم يلجأ السراج وحلفاؤه إلى المجتمع الدولي لوقف التحشيدات العسكرية حول المدينة؟ لا يخفى على القاسي والداني الانتقادات الموجهة للمجموعة الدولية بشأن ازدواجية التعامل مع الملف الليبي، فلطالما أكد مصر والإمارات ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة الليبية، لكن الدولتين الداعمتين الأبرز لمعسكر الكرامة تتعاملان مع الملف الليبي بعكس ما تصرحان به. دعم عسكري لحليفهم في البلاد وقصف جوي يستهدف المدنيين من حين إلى آخر. فرنسا هي الأخرى أثبتت الوقائع تورطها في دعم خليفة حفتر على الأرض وسط انكفاء الدور الأمريكي في ليبيا مع صعود ترامب لسدة الحكم. وفي رسالة اعتبرها البعض اعترافا واضحا بقائد الميليشيا، ظهر الرجل على متن حاملة طائرات روسية خلال عبورها المياه الإقليمية الليبية، حيث أجرى محادثة مع وزير دفاع موسكو. فكيف لهذه الدول أن تطلب ممن تمول بالعتاد العسكري وقف إطلاق النار والالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي الذي تدعمه؟ لطالما تعرض بعثة الأمم المتحدة لانتقادات بشأن دورها في ليبيا، فالبعثة التي من المفترض أن تطلع بدور الوسيط المحايد تحوم حولها شبهات بدعم طرف على حساب آخر، وهو ما تؤكده تصريحات مسؤولين ليبيين اتهموا المنظمة الأممية بالتقصير في أداء مهامها وعدم تقديم الدعم بالشكل الصحيح. بعد حصارها وخنقها، ها هي مدينة الصحابة تواجه مجددا خطرا محدقا باقتحامها من ميليشيات الكرامة التي تحاول جاهدة إنهاء مقاومة سكانها التي استمرت لما يربو عن 3 سنوات. جولة جديدة يخوضها قادة الكرامة تجاه المدينة المحاصرة منذ ما يربو عن 3 سنوات. لم يجدي الحصار والخنق والقصف المتكرر كما يبدو في تبليغ الميليشيا وقادتها مبتغاهم تركيع المدينة والسيطرة على مقدراتها. استعراض العتاد العسكري هو فن آخر تحاول ميليشيات الكرامة من خلال ترهيب السكان وزعزعة أمنهم، ولكنها لم تفلح رغم ازدياد وتيرة الحصار ونقص الضروريات في المدينة، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية. بين مستشفى المدينة المهدد بالإغلاق مرورا بالأوضاع البيئية التي ازدادت سوءا في الآونة الأخيرة، إلى التهديد والوعيد الذي يمارسه حفتر ورجاله لترويع الأهالي، يكتب يوميا تاريخ المدينة المنكوبة. نحن نعلم أنكم قضيت وقت طويل في عملية الاستعداد فقط للخروج من هذا الموقف بنجاح بإذن الله تعالى. للأسف طالت المدة. تهديد ووعيد الرجل العائد من غياهب المرض وإشاراته لم تكن إلا إرهاصات لحرب قادمة. مكابدون على الجمر ورافضون الخروج من مدينتهم التي قدموا لأجلها الغالي والنفيس. لا إله إلا الله.
هو حال سكان درنة التي عرفت على مر التاريخ مدينة صامدة. التاريخ هو ذاته الذي سيسائل يوما أولئك الذين تخاذلوا عن نصرة أهل درنة وساهموا في قتل أبنائها الأبرياء. أفاد مصدر بغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة لميليشيات الكرامة بانفجار سيارة مفخخة قرب بوابة التسعين شرق سرت. وأكد المصدر للنبأ أن الحصيلة الأولية للتفجير قتيلان وثلاثة جرحى. أكد المكتب العالمي بمركز صبها الطبي مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة وإصابة والدهم بجروح خطيرة جراء سقوط قذائف عشوائية على حي حجارة وسط المدينة يوم الأحد. وأضاف عضو من المركز في اتصال مع النبأ أن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء سقوط قذائف عشوائية على أحياء وسط المدينة، نوها إلى أن المركز ما زال يقدم خدماته الطبية رغم وقوعه في مناطق الاشتباكات. وينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم مجلس حكماء سبها السيد أحسن رقيق. مساء الخير سيد أحسن. مساء النور عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. إذا كيف تبدو الأوضاع اليوم في سبها؟ في سبها الأوضاع كانت في قذائف عشوائية تفتح عندنا قذائف حار وتفتح البيوت. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع السيد أحسن رقيق. إلى ذلك ندد موظفو مصرف الجمهورية فرع سبها في وقفة احتجاجية لهم بالأعمال الإجرامية التي تعرض لها العاملون بالقطاع المصرفي بالمنطقة الجنوبية والتي كان آخرها عملية القتل التي طالت مدير مصرف الجمهورية فرع تراغل. استهداف القطاع المصرفي بمثل هذه الأعمال الشنيعة لزيادة الإرباك بالمشهد الليبي ولإثارة الفوضى، ونظرا لما يعانيه موظفي المصارف من تهديدات وبقوة السلاح من أجل تحقيق مآرب ضعاف النفوس وأمام الملأ، ورغم علم جميع الأجهزة الحكومية بذلك إلا أنها لم تحرك ساكنا. ونتيجة لهذه الوقائع ندعو جميع موظفي مصرف الجمهورية بكافة فروع المنطقة الجنوبية لوقفة احتجاجية. من جهة أخرى استنكر المجلس الاجتماعي وادي عتبة عملية اغتيال عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية سبها محمد عبد الله الصالحين أثناء تأديته عمله. وطلب المجلس في بيان مصور النائب العام بتحمل المسؤولية الكاملة للتحقيق في الحادثة. وأكد مجلس وادي عتبة بعدهم عن التجاذبات السياسية وأن همهم الوحيد هو الوطن وفق بيانهم. سكان بلدية وادي عتبة بعيدين كل البعد عن التجاذبات السياسية كافة التي مزقت الوطن، همنا الوحيد هو الوطن ولا شيء غير الوطن. ونحن إذ نستنكر ونستهجن هذه الجريمة النكراء ومثلها من الأعمال غير الأخلاقية مهما كانت الأسباب والمبررات، فإننا في الوقت نفسه نطالب سيادة النائب العام بتحمل مسؤوليته بتحقيق العدالة وملاحقة هؤلاء القتلة المجرمين.
أفاد المكلف برئاسة قوة تأمين الطريق الساحلي محمد بلعون وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة أنشأت فرعا لغرفة قوة العمليات الخاصة. وأضاف بلعون في تصريح لقناة النبا أن مقر فرع المنطقة الوسطى بمدينة الخمس سيكون لتأمين المنطقة الممتدة من سرت وحتى تاجورها، وأشار إلى أن هذه القوة تهدف لتأمين المواطنين على الطريق الساحلي وليس لها أي علاقة بما يحدث من تجاوزات داخل المدن حسب وصفه. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف آمر الدوريات بالغرفة الملازمة الأول أيمن الجابسي. سيد أيمن أهلا بك. ألو. نعم نعم سيد أيمن، في البداية لو تضعنا في تفاصيل إنشاء هذه القوة، قوة تأمين الطريق الساحلي، وأيضا مهام هذه القوة ومتى تبدأ في أعمالها. والله بدأنا في انتشار القوة يوم أمس، والقوة تعتبر من ضباط وضباط صف وجنود وأسراد والشرطة تبعيتهم وزارة الداخلية حكومة الوفاق الوطني. نعم. والمساحة على الطريق الساحلي تبدو من مدينة القرابولي، مديرية أمن القرابولي، إلى غاية مديرية أمن سرت، هذا الشريط الساحلي الممتد على طول هذه الطريق. ونقوم بانتشار قواتنا عبر هذه الطريق الممتدة من القرابولي إلى سرت. نعم. ومش كيف ما تتداول بعض الناس ان احنا جايين يعني لغرض تحشيد ولا لغرض العاصمه ولا لاي غرض كان سياسي. احنا ضباط تبعيتنا وزاره الداخليه حكومه الوفاق الوطني، تم تكليفنا من قبل الوزير الداخليه بحكومه الوفاق بتامين الطريق الساحلي الممتد من مدينه القرابولي الى مدينه سرت. نعم. وبدأ ترتيبات هذه القوة منذ أيام، وأمس بعون الله وبفضل الناس الخيرة أهالي المناطق وأهالي المدن ومديريات الأمن أخذنا القرارات، عملنا القرار وأخذنا الإذن بمباشرة أعمالنا، وباشرنا يوم الأمس أعمالنا، والحمد لله بفضل الله وبفضل الجهود وبفضل الناس والمدن الممتدة في منطقة التأمين من القرابولي إلى مدينة سرت، والحمد لله بفضل الله ومتمكنين ومتعاونين ومترابطين مع جميع الجهات الأمنية ومع الغرف الأمنية بالكامل. نعم. وإحنا هدفنا يعني القضاء على الإرهاب، لأن منذ بعض أيام ومنذ بعض شهور في شكاوي من ضمن الناس والمدن الممتدة على الطريق الساحلي، وأحد مهام القوة الخاصة المكلف بها مكافحة الإرهاب. طيب، وهل لديك أي سؤال آخر؟ طيب سيد أيمن، يعني تحدثت أن هذه القوة فقط سوف تقوم بتأمين الطريق الساحلي من القرابولي إلى سرت، لكن تعداد هذه القوة وتجهيزاتها، هل تحصلت على التجهيزات والدعم اللازم والمطلوب للقيام بهذه الأعمال التي تقوم بها؟ وأيضا هل سوف تكون مهامها مستمرة أم أنها مرتبطة فقط بفترة معينة حتى الوصول إلى تأمين الطريق؟ والله مهامها تكليف القرار لم يكن لديه أي مدة. نعم. هذا قرار من وزير الداخلية منشئ، ويعني وقوة العمليات الخاصة تعتبر أحد مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وإن شاء الله احنا كيف بادين في تأمين الطريق الساحلي، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الشباب. نعم، شكرا لك. شكرا الملازم الأول أو آمر الدوريات بالغرفة الملازم أول أيمن الجابسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاكة إن المجلس أكد أن الاعتداء على المفوضية العليا للانتخابات لن يعرقل إجراءات الانتخابات المزمع تنفيذها قبل نهاية العام الجاري. ما يؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، ويحث على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري. أضاف السلاك أن رئاسي المقترح دعا إلى التحقيق في قضايا فساد طالت مسؤولين في الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت صحتها. المجلس الرئاسي تعليماته لفتح تحقيق في اتهامات بالفساد طالت عددا من المسؤولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها إن ثبتت، ويؤكد في الوقت نفسه على دعمه لجهود مكافحة الفساد. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العاصمة لليوم. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني النبض تي في وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله. إلى اللقاء.